سوبر ستار رغب علامي، اهلا وسهلا فيك على موقع الفن. مرسي، شكرا. كيف ملاقى غياب عاصي الحلاني، كاظم الساهر، شيرين، استبدالهم بالفنان؟ كلهم وجدوا وجودا الحلو بالبرنامج، واكيد ادوا وعطوا واشتغلوا وساعدوا المواهب، ويعني كانوا بمركز مناسب لهم. قلت انه احلام تغيرت قالبا وقلبا، هل انت مستعد؟ لان هي ما فيها ما تعمل مناغشات. هلا بالفويس منا مثل ايدل، ايدل في كومبينات بتركب وهيك، بالفويس ما في هيك شيء. كيف يعني كومبينات راغب؟ يعني في كومبينات، في يعني في الفويس غير، الفويس كل واحد عنده فريقه. سوبر ستار راغب علي، ما انا بعرف قديشك كبير وقديش عندك كبر وعندك اخلاق، رغم خلافك مع سمو اسمر قدمت باحر التعازي على تويتر، شو بتقول عن غيابه؟ لا انا حتى قبل وفاته الله يرحمه التقينا، ويمكن كان حكي شيء مش حلو علي، وطلعت على التلفزيون، كان هو طلع ضيف، كان هو ضيف، وحكيت حقيقه يعني انه نحن جيل اشتغلنا مع سيمو اسمر ما بنشبه اي جيل، لانه سيمو اسمر مبدع. هيدا لا يفسد في الود قضيه. انا بحياتي، لانه الكل بيحكي عن خلافي معه، خلافي معه كان تجاريا، اني لم أرد التوقيع مع المكاتب الاحتكار، وهذا الشيء خليهم يقاطعوني بهذيك الفترة، وهون كان الخلاف، لأنه أنا كان عندي مبدأ أنه أنا ما لا أحتكر، ولا زلت لليوم أنا حامل لواء أنه الفنان حر، لما يحتكر هذا بأثر على مسيرته وعلى انطلاقه على كل شيء. رغب عليهم الام بي سي اليوم عم يفتحوا قناة مغربية، وأنت بعد بالمغربي ما غنيت، شو هالشيء حمسك؟ ان شاء الله خير. هلا انا بالاساس مش لانه عم بيفتحوا قناه مغربيه، الالوان المغربيه بحبها، ودائما كنت ادعي الملحنين والشعراء الى ايصال الاغاني لنا لحتى نعيش، بركي بنقدر نغني هذا اللون، لانه مش دائما مش اي حدا بيقدر يلبق له، بدنا نجرب اذا بيلبق لنا. انا غنيت الالوان اللي بتلبق لي، وبظن انه اللون المغربي بيلبق لي باسلوب معين ببعض الاغاني اللي هي مغربي على ابيض. راغب، غنيت طار البلد، وانت كتير بترسر على الراي العام، الناس بتحبك وبتتماثل فيك، وهو البلد عن جد عم بطير اقتصاديا والناس عم تتعتر، شو الكلمه اللي بدك تقول لهم اياها تقويهم للبنانيه اللي بحبوك خاصه والعرب عامه؟ بدي اقول للسياسيين كفاكم كذب، شبعوا، كفاكم تدمير للبلد. طائفية لن تصنع بلد، المواطنية هي اللي بتصنع بلد. بدلكم بتنادوا بأموال للخزينة اللي انتوا قدرتوا حفظتوا أموالنا اللي بالخزينة اللي شلحتونا إياها، تشليح مش ضرائب، عم بيشلحوا الناس تشليح، يعني لا يوصل لمرحلة إذا عندك نمرة سيارة بده يدفعوك عليها ضريبة، إذا عندك حساب بالبنك بده يدفعوا عليك ضريبة، شوي بنزلوا لك المازوت 100 دولار وبيطلعوا البنزين 400 ليرة 100 ليرة، بيقعدوا بيضحكوا على العالم. كفاكم كذب، كفاكم افتراء، خافوا الله. بقول للسياسيين خافوا الله، انتوا عايشين على حسابنا، مرافقتكم على حسابنا، بيوتكم على حسابنا، سفركم على حسابنا، شوبينج تبعكم على حسابنا. الخزينة فلست، ما تفتشوا عمال للخزينة، حافظوا عمال الخزينة يلي صرفت، ولهلا ما اجى لا كهرباء ولا مي ولا بنيه تحتيه ولا صرف صحي، بعدهم بعدهم بالجبال عم بيعملوا جوار للصرف الصحي، بتنزل بتلوث المياه الجوفيه، وبعد كثير من الناس بصوتوا لنفس الناس. انا بقول للناس اوعوا ما تصوتوا لنفس الناس اذا ما اعطوك النتائج.